بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتم إخواني في الله ما كنا قد ابتدأنا به الكلام بين المغرب والعشاء، فنقرأ الحديث التالي. تفضل. باب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت لي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقع وسع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه مثل زر الحجله. نعم، إذن إخواني في الله، ما هو الشاهد الذي أورده الإمام البخاري من أجله هذا الحديث تحت هذا الباب؟ تفضل. قوله ثم توضأ فشربت من وضوئه. نعم أحسن، ثم توضأ فشربت من وضوئه. فإذن الماء المستعمل ليس بنجس، الماء المستعمل ليس بنجس. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس. من عبد الرحمن بن يونس؟ تفضل. عبد الرحمن بن يونس بن هاشم ابو مسلم بن السم البغدادي. نعم. وحاتم. حاتم تفضل. حاتم بن اسماعيل المدني ابو اسماعيل الحارثي مولاه اكبر من الكوفه. نعم. والجاد تفضل. الجاد بن عبد الرحمن بن اوس. وقد ينسب. نعم. سمعت السائب ابن زيد. السائب من؟ ابن زيد. نعم، السائب بن يزيد، عفوا. تفضل. السائب بن يزيد بن سعد بن تمامة الكندي. بن سعيد. بن سعيد بن تمامة الكندي وحين غير ذلك في نسبه ويعرف من أخت النمر. نعم. هذا الحديث قال فيه الحافظ سيأتي في كتاب علامات النبوة، ففي الحديث يظهر علامات النبوة وهو خاتم النبوة، وتبين معنا السبب الذي من أجله ذكر البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب. بقي أن نعرف مثل زر الحجلة، ما معنى الحجلة؟ ما معنى الحجلة؟ تفضل. قال الحافظ إما أن تكون بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار، وإما أن تكون المراد الحجلة الطير وهو اليعقوب يقال الأنثى منه حجلة، وعلى هذا المراد بزرها بالبطن. نعم، إذا إما أن تكون بيض الطير أو بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عري وأسرار، فهذه البيوت التي فيها هذه الأزرار رؤية في كتف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الزر أو مثل هذه البيضة. نستمع الآن إلى التبويب التالي والذي يليه، ولن نعلق شيئا لأن الحديث القادم والذي يليه مر معنا في درسنا في هذا اليوم في بداية الدرس وفي نهاية درسنا الماضي، فلا نعيد، وإنما نريد منكم الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث مرة أخرى. اقرأ يا عبد الرحمن. باب من مرض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه واحدة من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح لرأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟
أشير لأحد ولا يرفع؟ نريد أصابع جديدة. الأخ هناك 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 هناك، ينبغي أن تكون هناك مشاركة. هذا سهل السؤال، تفضل. ما هي عبارة النص؟ نعم، ثم غسل أو مضمض واستنشق، فإذا هذا عبارة النص. أيضا نستمع إلى التبويب التالي، ونريد من الإخوة الذين لم يرفعوا أيديهم أن يجدوا جواب الصلة بين هذا التبويب وبين هذا الحديث. نعم، اقرأ. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرسات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. نعم، ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام الإمام البخاري هذا؟ تفضل. مسح برأسه فأقبل به نعم، هنا التصريح فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. نعم، إذن هذه مرة واحدة. وحدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال مسح رأسه مرة. إذن مسح رأسه مرة. إذن بهذا نكتفي إخواني في الله على أن نتم التبويب الثالث في درسنا القادم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.